بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذتي وزملائي وأبنائي دكاترة العلاج الطبيعي ودكاترة العظام وأخصائيين الطب الرياضي في مصر والعالم العربي والعالم كله، أنا بيشرفني أن أنا أدعوكم جميعا لحضور مهرجان الطب الرياضي اللي هيعقد في مصر 30-31 جولاي 2021 في تريان في التجمع الخامس. الحقيقة احنا بنسميه مهرجان الطب الرياضي لأن احنا بنتميز فيه بأن احنا جمعنا أكبر خبرات أخصائيين الطب الرياضي في العالم كله في أكبر الأندية من أوروبا ومن أمريكا ومن مصر ومن العالم العربي. كل الأخصائيين وكل الخبراء دول هيتجمعوا في مكان واحد مشاركة مع أكبر شركات الأجهزة، تجهيز العيادات، تجهيز الأندية، عشان في الآخر نطلع دكتور يقدر يخرج لنا لاعب متميز بكل القدرات بتاعته، مش بس المهارية لكن الفنية وكمان القدرات العضلية والعصبية. أنا مهم عندي، عشان كده سميناه Infield Physical Therapy أو Infield Sports Medicine، عشان أخلي الدكتور أخصائي الطب الرياضي يقدر يعرف إيه اللي هو بيعمله، مش عشان يعالج إصابة، عشان يمنع إصابة، عشان يأهل لعيب، عشان نقدر نعرف إمكانيات اللعيب وقدراته من قبل ما ينزل، عشان نعرف بالاحتكاك وتبادل خبرات نقدر نوصل لأعلى مستوى للأندية بتاعتنا في الرياضات المختلفة. أنا بيشرفني وجودكم معانا، شرف كبير لينا إن إحنا نعمل أكبر مهرجان للطب الرياضي في مصر، وإن شاء الله دي هتبقى فيز 1 وهتتبعها بعد كده مؤتمرات كتير. وكل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم.